ظاهرة العنف المتكررة على الأئمة. كان وزير الشؤون الدينية قد وعد سابقا أو في الأيام الأخيرة بمطالبة بالحصانة للأئمة، هل هذا من بين مطالبكم؟ ونعقب أيضا على ظاهرة العنف، إلى ما تعود هذه الظاهرة؟ وللأسف الشديد أن المطالب التي يرددها مع الوزير هي مطالب درجة أولى ولا مشحة في الاصطلاح، يعني لما تكون مطالبنا مطالب هي واحدة هذا المشكل. لكن نحن من وقف في سكيكدا لما اعتدي على السادة الأئمة، ونحن من وقف في وهران لما اعتدي على الإمام في المحراب، ونحن من وقف كذلك في بوسعادة، ونحن من وقف في آخر وقفة في الحاج المشري لما اعتدي على السيد المؤذن اللي كان في الشبكة الاجتماعية وقتل شر قتلى داخل المسجد. فهو تبنى الموضوع، نحن طالبنا فخامة رئيس الجمهورية، ولما الوزير يقدم هذا العرض هذا ينفعنا، المهم احنا أنا القطاع ينتفع. كل القضايا التي نحن نطرحها سواء حتى الحصانة، نحن الذين طالبنا بحصانة الإمام كحصانة القاضي، نحن الشيء الذي ينقصنا هو هذا الانسداد وهذا